مشاهدينا الكرام، بعد البريك عودة لهالفقرة، أو هالفقرة رح نسميها لهالحضرة، لأنه ضيفتنا هي مريم نور. مريم نور الأشهر من نار على علام بموضوع عيد الحب أو بموضوع الحب. معنا مريم نور لتخبرنا عن وجهة نظرها بالحب هالأيام. ما رح نسألك أسئلة، رح نفوت معك دغري ديريكت بالموضوع. رددتي أنه ما في حب، شو في مريم نور؟ ليك خليها تكون هالوقت اللي نحنا سوا، تعرف كل امرأة انه ما في حب، وكل رجال حبني جوزي انا وقوية، حبوني ولادي انا وغنية، يا اكتر من رفقاتي لما كان كرمي دبس وراحوا لما كرمي يبس. طب لما اوشو يقول spread love everywhere، يعني انشور الحب قد ما فيك، عن اي حب بكون عم بيحكي؟ يلي بيطلع من قلبك لقلبك. شو الفرق؟ أول كيف تعرفيهم من بعضهم؟ اول شيء انا بدي احب نفسي. كلهم قالوا لي بالديانات كلها اذا حبيتي نفسك هيدي انانية. لا، بدي احب نفسي ثم نفسي ثم نفسي، طيب انقطع نفسي. اذا انا ما عندي مي فيني اعطيك مي يا هشام؟ منعونا من هي، حطوا ورقه التوت هون وخلص، هيدا إيه كله خطيه عظيمه لازم تكوني بتول. بتلاقي نسواننا ورجالنا هلا اشبه الرجال والنساء، هودي السيفيه تبعها وبتهز بهيك وبهز من ورا وبهز من قدام، وهودي الشهادات تبعها. هلا مقدمه ابن خلدون، لا بس مؤخره بناتنا هم كثير. مقدمه ابن خلدون. انت ضد الاغراء الجنسي؟ منو اغراء، يا ريته اغراء. ليش لبسوها لهالمره هيك مظلت هلا؟ العرب ما بيقروا، وإذا قرينا ما بنفهم، وإذا فهمنا ما فينا نوصلها، وإذا وصلناها بنوصلها غلط وبترجع لنا غلط. طب خبرينا أنت، إذا نحن ما بنقرا بدو تقروا؟ اقرأ أيها العربي، فوتوا على موقع اسمه بيت الله. طب كيف بدنا نعيش الحب إذا ما هيدا منو حب؟ أول شيء هيدا انفعال. أول 7 سنين البنت مع البنت، والصبي مع الصبي، بعدين تاني 7 سنين باللي عارفيني على صاحبتك. قلت له أنت عرفني على صاحبك. صاروا 14، بلش عم بيكبر جسمه طبيعي هيدا. اول شو غريب سيكشوال يعني. هوموسيكشوال، هلا هيتروسيكشوال. بس الصبي بده يروح مع البنت الكبيره، والبنت بدها تروح مع الشاب الكبير. بدي وعاد ما بيسوا، يلا بيجوزون، بيعملوا ارينج ماريج، بيتجوزوا، بيعملوا حفله عرس، وبتدين وتشتروا بيت وتدين ولا سياره وبنعيش بالدين. هذا ما له حب. لورد بايرون من اجمل رجال العالم واحب نساء العالم كلها، اخذون هو طالع من الكنيسه وقتل حاله تجوزته هالبنت الحلوة، هو طالع شاف مرة حلوة طلع فيها، طلع بمرته. قالت ليه فكرت فيها؟ قال لأنك صرتي مرتي، ما بحبك، كنت عم بحبك وقت ما كنتي ملكي. لما واحد يتجوز بطل يحب مرته؟ صارت ملكه، شو كل يوم بدي اكل فلافل، بدي اروح اغير غير مطعم. طب يعني انت مع اكل الفلافل ولا مع تغيير الفلافل؟ مع الاحساس وتكون صادق باللي عم تعمله. حبيتي مريم نور شي مرة بحياتك؟ شوف انا من الناس يلي كمان ضحيه الضحيه، كلنا فيكتيمز اوف فيكتيمز، بس كنت حس كان عمري 7 8 سنين اقول في حياه غير هالحياه، في عالم غير هالعالم، نحن دروز ارمن يعني. روح عند عمتي وقول لها هيك، تقول لي لا لا، روح عند الخوري يصلي لي على راسي. بس كنت اعرف في عالم غير. هي باي عمر اقمت علاقه الحب اللي بيسموه حب بس انت ما بتسميه؟ ما شفت الحب ما انا شفتي. ابدا كان عندي بغير مطرح، ولما شفت السيد موسى الصدر قلت له هو الحب، شفته مسيح. اف هو الحب المسيح. بمعنى الحب الروحاني يعني. وكلنا هيك شفناه، وكنت كمان مع عادل عفيف عصيران والاب جريجوار حداد، يعني شفت في عالم غير هالعالم. حاولت انتحر عمري 16 سنه ما زبطت، 17 20 22 ما زبطت، قلت في عالم غير هالعالم، رحت عشت بالمخيمات، وهونك شفت انه لازم اعمل شيء. ضحيه شو انت على الزبط؟ ضحيه الجهل. هل تعك من هالعجين؟ رح فرجيك هالصورة الليلة إن شاء الله، كلنا بدنا نعملها هيك بدون ما تخافوا أبداً. وبدي أقولها مع احترامي لكل أهل الجهل، يلي حاكم العالم هو الدولار والدرهم والدينار، اللي تحته السياسيين، اللي تحت السياسيين رجال الدين، تحت رجال الدين السلاح عليكم، ما بقى في السلام عليكم. رجال الدين تحتهم في سلاح؟ لحن السلاح حرب بسبيل المسيحية، كم مجازر عملنا باسم الصليبية. وجينا لهون فرانسيسكو جاي يقتل المسيحيين، قال له الخليفة رح أقول لك شو الإسلام شو بيحكي عن المسيح. طيب الحب هيدي لك لا تقطشني بقطشو. عرف سكوت. بعدين تحتهم في الهشك بشيك، تعرف يعني الواوا، شلنا السلاح عليكم حطينا الواوا عليكم وعليكم الواوا، واو واو مثل الكلاب، والشعب تحت عم بيدفع الضريبة. لبا انت ما حسيتي بالشهوة الجنسية ولا مرة؟ ما كنت تشتهي شباب يعني؟ يا ريت زياد الرحباني كان بيقولوا احلى مني يعني.
شو؟ الشهوة الجنسية موجودة بكل جنس. شو بقول زياد رحباني؟ بيقول كلمة مهضومة كثير أنا ما بقدر أقولها، هو أهضم مني. ليه؟ إنه أنت مهضومة كمان. بيقولها هلا، عم بكتب كتاب بالإنجليزي اسمه تانك يو أو تي أن تا، يا تانك يو شكرا أو الدبابي عليك. عرفت كيف؟ بقى بدي سموه تانيكيو. طيب بس أنا ما عم بفهم يعني شو إنه طيب كيف بدهم شو بقول يتوالدوا؟ كيف بدها تكبر الذرية؟ ما عم بيتوالدوا، عفيك عم بيتناسلوا. هالطفل اللي عمره سنة واثنين وما بيحكي ما بيفهم، بتكونوا ما عم بترضعوا، بيجي بي وبفلت الحلمة وبصير شو بدك فيها الرجال؟ إذا أنا طيب بس أوشو كثير حكي عن بودي إكسبريشن كثير، بس اللي حكيها هي مش الجسد اللي أنت شايفه. شو؟ هيدا طيب إله المادي وإله وإله بدك تقرا. قالوا يا عمي أنا، قالوا يا أبونا أنا قاري قدك بس ما بفهم شيء. والله بتلعبي على الكلام، كنت لازم تشتركي ببروجرامات النكت. ليك النكتة بدون سبب من قلة الأدب، إذا بتجي دغرة في عزقة ما هون بالدولاب وفيها هيدي ما بتتغير. أنا بغيرها هي لحالة ثابتة، ولو ما تركت الأم العربية وسافرت حول العالم وعشت ببيوت حكام هالأم العربية ما فيني أقول لك الحاكم هالأم العربية أنا معه. حاكم ما بصير مين حاكم الأم العربية اليوم؟ سأل حالك. الدرهم والدولار والدينار والرؤساء يستعملون الدينار بس. نعم. اليوم والربيع العربي شو رأيك فيه؟ لا في ربيع ولا في عربي يعني. شو فيه؟ هلو كله منه مربع أبدا. هذه كلمات طيب؟ بيحكوها برجع بيصير خريف وبصير شتاء وبصير هيك وبيخرف وكل كلهم عم بيسموه ربيع. كيف تتجرأ عم بيغيروا ربيع؟ هالاسماء انه عم بيغيروا الريحه بس نفس طيب. مثل احلى جلسه قلت له نقطها اخ جلسه اخي. احلى برنامج احلى جلسه يعني انه اكيد مع هذا بس هو عرف الزميل توني بارود طبعا عرف هو عرفوا كلهم انه هالمره اجت وكان معي واحد اسمه وهاب ايهاب وهاب وئام وهاب ايه قلت له ليش السيارات قبلك بعرفك ما انا بعرفك مع مين كنت مع مين كان مع غازي كنعان هيدي بتتحملي مسؤوليته هذا الحكي ما بتخافي على حالك مريم نور ليك انا هو وصلني على البيت وقلت له شو عم تعمل يعني بكل هالشيء وانت عارف انا بس جيت على لبنان وقت قال لي ميتشو وغيره أوشو بك تروحي بالإعلام قلت له كيف بدي أخذ وحدة مثلي بالإعلام يعني قال لي روحي وصلت على بيت ست صاحبتي ودق التليفون ما حدا رد خدت التليفون مين بتريد تعي هلا بدي أتعرف على هالمرة شبية قالت لي بدنا نروح لعند واحد نتغدى عنده وبدي أشوفك قلت لها شو اسمه قال غازي قنعت لها شو يشتغل هي بس رحت وشفت قلت له انا ربيت بهالبيت بعنجر شو بتعمل انت ها شفت في حوله ناس قلت له انا عايشه ببيت بندر بن سلطان حاكم امريكا وامي العربيه بندر مثله بندر بن سلطان حاكم امريكا اليوم بعده حاكم وين ما كان ماني توكس ستوبيد ووكس ماني توكس ستوبيد ووكس هيك هيدا اختصار حكم بندر بن سلطان بس خلاص ما حدا قدرني غير هو ومرته بيستقبلوكي بالدول العربيه مريم نور كلهم بيستقبلوني بس على ذوقهم مشان هيك قلت له انا بستقبلكم على ذوقك وتستقبلني على ذوقي مش معنى حكايه انه بدهم يفرضوا علي بنعطيك قد ما بدك هلا اليوم استقبلناك على ذوقك ما هيك مبسوطه انه مستقبلينك على ذوقك عم تحترم شوي هالعلم يعني ايه شو انه هونيك بيعطوني استقبال على ذوقك لاحظتي انه ما ليال لبسناها جاكيت ايه كرمالك على ذوقك لانه بس ما بصير وقت اللي بتقعد وحده انا عم بسمعها قالت لي ما تحكي ولا كلمه خليني انا احكي اذا لقيتي يعني. شيء فيك تخدمي فيه الحقيقه احكي انا ما بقول كلام بشاغب على خلاص مع انه ثلاث ارباع الحكم نعرفه يعني مش عم نتعلم مش شيء المهم نعرفه واحد راح عمره 80 سنه لعند الشيخ ستوب واحد راح عمره 80 سنه عند الشيخ قال له ليش كيف استناره؟ قال له بس الجوع بتاكل بس تعطش بتشرب بس تنعس بتنام بس ترتاح بتتعب بترتاح قال له ها بعرفهم انت ما عم قال له بتعرفهم بس ما انك عيشهم وابن ثلاث سنين بيعرفهم وعيشهم مش المهم ايه بعرفهم ها نفس الكلام بتعيده بس منا كلام شوف الفجوة بين الكلمات ليش زلطوا هالمرة ليش عملوا لكم دقونكم هيك ليش عملوها هيك هاي دقن 1888 إدغار كيسي كتبها نفذوا اليهود هن عقليتهم هون نحن عقليتنا شو كتب هون. وين عقليتنا نحن هن عقليتهم هون عقليت اليهود هون نعم ونحن عقليتنا قال له للحكيم واحد راح لعند قال له يا حكيم في بين صبيعي عم بيرعوني قال له وين قال له بين الاصبعتين قال له ايه هن قال له ايه
مين بحبك مريم نور؟ ما حدا جسمي بيحبني، بيفوت معي على القبر، بيقعد معي 150 سنة هاي العظمة. طب كيف بدك تعيشي ما حدا بحبك؟ أول شيء أنا بحب نفسي. بعدين واحد ما بتزهقي لحالك؟ ما كيف بدي أزهق قاعدة أنا والله، بس أطلع من البيت بلاقي وسخ الكلاب وبسد مناخيري من هالريحة وهالصرصرة تبع النسوان. هذيك اليوم بدي أقعد بشي قهوة بس أشوفه لملم، مرة عم بتقول لصاحبتها جوزها بده إياها تكبر صدرها، صاحبها ما بده إياها تكبرون، وقاعدين وعم بيعقوا. قلت لها أنا قاعدة بقول دعارها، كبري معمل وصغري معمل وشغلي يعني شغلي هالمعامل. ما بتشوف إلا ابن عمره 12 سنة قاعد عم بيتخيل. حكينا عن الحب، خلينا نحكي شوي عن الكراهية. شو كيف تتصرفي مع اللي بيكرهوكي مريم نور؟ ما بهمني. لا انت بتكرهي؟ ابدا. بقول له لا تفرحوا على ما اتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم. مرة في وحدة وقفتني بالاشرفية ونزلت شرقوطة، قلت لي هي عفاكي كيف عرفتي؟ صحي شفت كيف انه رجعت قربت وغمرتها. يعني بتلعب فيهم، كلنا ضحية الجهل. الإنسان عدو ما يجهل. شو تعريفك لهيدا الكلمة اللي قالت لك إياها؟ يعني أنت شو بالنسبة لي مين بيكون بالنسبة لك امرأة؟ ليك أنا مرة كنت من هي الامرأة العاهرة بالنسبة لمريم نور؟ يا حبيبي على كلمتك، مرة بالسودان وعزمنا حاكم السودان. وأنا البشير يعني ولا قبل؟ لا قبل. وكنت أنا وخليل أبو الشوارب يعني هونيك، وإجا شيخ عنده فكرة إنه مريم بتحب الصوفية. كل نتفة يقول كلمة. طلعت بخليل كلمة غريبة نحن عنا، يعني يقول شوط مثل العرصة بليبيا وهي كلها كلمة ناتو خروب اليونان. شو هي باليوناني؟ ناتو خروب. حبيب شو يعني؟ يا حبيب قلبي أنا ناتو خروب؟ ناتو خروب. حلو. طلعت فيه بس خلص إجا سلم علي وغمرني. قلت له هالكلمة، قال لي لأنكم لبنان هي لحم القديد مثل البسطرمة عند الأرمن. الفلي ساندوش شرموت يعني هيك؟ ايه هيدا هو اللحم الشرموت. في كتير كلمات هيك وقت بيقولوا العرصة يعني العريس. العمود. 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 يعني فإذا في كلمة يلي عاطلة هونيك صادقة هون، وقت بلشت سافر وأشوف برا إنه هيدا عيب. عيب بلبنان بس صح هونيك. شو العيب لك يعني بالنسبة لك؟ سامع بباتش أدامز؟ لا. يا حبيب قلبي. هو عفاكي. شفتي؟ ليال مثقفة جدا، ظلمتيها أنت بأول برنامج. عفاها عرفت البدي. كان يجي ام البديد. خلاص ليال ما تزعلي، ولو مريم بتحبي هيدا طبيب. انا ما بحب حدا، ما بحب حدا. هي كمان ما بحب حدا. لا بستغرب انه اللي بيحكي مثل الست مريم مفروض يكون عنده صفاء داخلي بيشع على الحاضرين. هيدا الشيء يعني بتوصل بعدائيه عكس الحكي اللي بتحكيه، وانا هيدا اللي استغربته. انا توقعت شوف انسانه بكل هالحكي الحلو. مثل ما بدك مثل ما بدك، انا مريله عليك. اذا شفتيني منيحه لانك انت منيحه، اذا شفتيني انا شايفتك هي... كثير منيحه. خلص مرقات، بس انه ما بعرف مرر وامرأة تفاصيل مثل ما عم تحكي بقصص عميقه لدرجه ما بيعلق. خليني احكي فيها ما تعلق عليا. فاذا هيدا باتش ادمز درس طب ورحت ياخذ شهادته برم هيك بين طسطوسته كله نضحكوا. قد ايه عمره كان وقت بين طسطوسته؟ بشي 30. مانا طسطوس اكبر من هيك. نعم يعني احلى ما تقول. خبر المشهد قطشوا له اياه، كانوا عم بيعرضوه على الدش تبع خلص ما قطشوه ولا شيء، شفناه كلنا بالسينما بالفيلم. حلو. وفتح مدرسه طب ما يعطي فيه ادويه، يعطي فيه فرح. ومره اول ما تعرفت عليه اجى لعندي قال لي انا عندي اللي انت بدك اياه. قلت له وانا عندي اللي انت بدك اياه. عندي كثير كتب بالعربي وبالانجليزي، وهلا وقت اللي واحد هددني بده يقتلني وما عاد تسترجي اطلع من البيت، يعني بيبعثوا لي سياره من النيو تي في تروح. هلا انت مهدده بالقتل؟ اول مره وثاني مره وثالث، بس هالمره صوته هيك I am from امارات and I'm here to kill you because you love the Arabs. You love the Arabs. Yes. Do you love Arabs? ما فيني ما احب هذا، انا عرب وانت عرب يعني. انت ارمنيه؟ طيب من الارمني منه انسان. شو خاصه مني انا ارمنيه ولا شيء، ولا لاني حاملي باسبور. شو انت انسان. والانسان الكوني ما بينتمي الى اي ارض الى اي قانون الى اي نظام، بينتمي للحقيقه. طب اذا لا بتقيمي وزن للاديان، لا بتقيمي وزن للرؤساء، ولا بتقيمي وزن للانظمه، طبيعي تكوني مهدده بالقتل. طبعا بس هني مش لاني بحبهم. بتحبيهم؟ لاني بحبهم ما بسكت وجها لوجه بقول لهم. اذا هيك بتحبيهم كيف لو بتكرهيهم؟ لانه بكرههم بصير مثلهم.
هن كمان كلهم عم بيكرهوا الحقيقة وبيروحوا ورا الجهل، والإنسان عدو ما يجهل. إذا ما بتعايدي الحب شو بتعايدي مريم؟ كل لحظة لشهور الحب فرد يوم، وبعدين تاني يوم عيد المسبة، وثالث يوم عيد الكلاب. مش أنت بتسبة؟ المسبة محبة، ريع العرفان. المسبة محبة؟ كثير قوية. مدرسة العرفان قالوا لي في منها بلبنان، جيت قلت له شو هدفكم؟ قال لي بدنا نحج بيك. قلت له منيح اللي وقفت التاكسي، ايرفار. شو هي؟ قال واحد سوري وقف واحد السيارة. ايه بهيك بدي احكينا. قال له اسمعي ليالي شو اسمك؟ هو ارمني. قال له انا اسمي ايرتيون. ارمني. ايه حرمي لحدا؟ ارميني. وهذا الولد ايرفان. قال له خي شو معك بكيس؟ قال له ارنبيط. قال له فل شوي رجع. قال له رجعت. قال له نسيت لك ايرفوار. يعني بموضعها تكون منيحة. مرة واحد اسمه أرتين راح لعند حكيم، قال له حكيم أنا بدي بخصي مشاني. يا أرتين بعدك شاب يا أرتين. قال له أبدا حكيم أنا هيك بدي بخصي مشاني. قام عمل له إياه ونزل طالع أبو جريس. أبو جريس أنت شو بيجي بعمل عند هيدا؟ قال له بدي اتطهر. قال أمان أنا هيك كلمة كان بدي أقول. راحت عليه. سو وقت بتقول عيد الحب أو عيد هيك أو عيد هيك، مثل عيد جميع القديسين، تاني يوم عيد مار يوحنا. قال له وين كان فايلت امبارح؟ إنه هيدي كلها تنلهي الإنسان عن الحقيقة. مشان هيك أنا ما فيني أقول لك عندي احترام كثير للرهبنه الأنطونية. هن اللي جابوا الميكروبيوتيك على الأم. والله عندي... إذا حدا صلى عبيي لقبيت روفيل الطايف. بس أنت بتقبلي حدا يصلي عليكي من بعد ما تتوفي؟ ما بيرو ما بيحدا عيد من هون ألف مرة. كل لحظة في موت بين كل نفس ونفس خلق الخالق طرق. عم بتموتي يوميا؟ كل لحظة. وقت اللي خلقنا ما في حقيقة إلا الموت. بس لوين رايحين؟ لوين؟ كل واحد حسب أعماله. إذا بتنام مرتاح بتقول الحمد لله. إذا بتنام إيه في إلها لعبة هي اسمها السببية. ري أي كتاب لكمال جمله طبعا أكيد. هيدي كيف أنت بتنام بتقوم. إذا نمت مرتاح بتقوم مع بكرة بتقول له good morning God. إذا أنت مزعول morning again God. شفت كيف؟ جيبي لي قهوة، جيبي لي دخان، جيبي لي إرجيلة، جيبي لك جيبي لك منيحة إرجيلة. هلا شو هيدي يعني؟ هلا أنا جاي لعندكم اسألوا اللي جابني. اثنين نسوان أصغر منيك، صغار صغار صبايا، حاطين طفل بحضنهم، حاطين طفل بحضنهم وعم بيأرجلوا جوا بالقهوة على ساسين. يا عار العالم ما بيصير هيك. ضد الأرجيلة أنت؟ ماني ضد الأرجيلة ولا معها. تحس فيها إيحاء جنسي؟ عم بقول لك قال له جيب خياري مسوقة أحلى. عملوا غنية كيوكمبرز ار بيتر ذان مان، يو باي ذم إن ذا دزن أند يو سك ذم إن ذا فازن. يعني أنا بعيش مع جماعات ومع الجماعة في حرية وفي احترام كتير. وهلأ ناويين نعمل بأمريكا، وأكيد أوباما عم بيسمع هالحضرة وبترجمها. أوباما بيحضرنا هلأ؟ شوف أنا اللي جنسني صديقه وما بدي أقول لك أكتر، بس قلت له رح نعمل مسيرة بأمريكا منمشي، وأنا أخذت باسبور جديد اسمه Peace Space. ليش مريم نور بتحب الحمار؟ يا حبيب قلبي الله ذكره الحمار بتحط له جلال. قلت له لعبد الله خي عبد الله الحمار بتحط له جلال ما من له جلالة الحمار. الحمار بيعرف إذا ركبته ما رح حبلي، حبلي بصبي أو حبلي ببنت. الحمار ذكره الله. بس الحمار طبيعي، نحن مش طبيعيين. الطبيعة ما عم تقتل بعضها. يعني أنت برأيك إذا الرجال بيكونوا حمير بيكون العالم بفض بوضع أحسن؟ لا يا ريت حمير بكل شيء. مستوى احترامي للحمار. هل الرجال أوطى مستوى من الحمار؟ سمونا نحن أوطى مستوى من الحيوان ومضيوا عليها العرب يا عار العالم. في واحد قال لي إذا في حدا بيقدر يحاورك من أمة العرب بعطيه مليار دولار، بعدين بقول لك من وين. بس قال لي ما في حدا. عمر القذافي مات كتابي على صدري. مات؟ ما أنت بتقولي إنه ما مات؟ معمر القذافي بلا. هديك لا. مين هديك؟ صدام حسين. ما مات. وينه؟ وينه؟ مش عم شوفه ولا لا غير وحده؟ بلا. ما فيك تعرف، كله كذب ونفاق. ما فيك تعرف شيء ابدا. عم بيبيعونا حكي. كل ونحن بسببنا، هالكعك من هالعجين من قلن سامحونا. بناتنا اليوم ما بقى عم بيجيبوا فنانات، عم بيجيبوا مزقفين. مثل هالبرامج بيحطوهم بيقولوا لهم زقفين. عرفتي عشي فنانة من الفنانات؟ اللي امل فيها. مين؟ هيفا وهبة. والله تعرفت عليها؟ مش عندي على البيت. كنت تنتقديها كثير. قلت لها It's time to wake up. أعطيتها كتاب From Sex to Super Consciousness. فتحت الكتاب قالت الكلمة اللي أنا قلتها. شو قالت؟ This is for me. قلت لها بس أنا وقت اللي قلتها تركت الدنيا. بس هيفا وهبة شفتها على التيفي بقى ما تركت. لأنه بده وقت. ما تعرفت بريجيت باردو أو يم تركت. ولما بلشت تسب بالمسلمين كيف بيذبحوا بعتلها كتب. شو بعتلها؟
حتى لو كتب تقرا انه هنا مش ما قالوا عليها بالاسلام. بنشكر حاكم ايران شو قال بعيد الاضحى؟ ما حدا تذبح زرعوا شجره. يعني هيدي قويه. انت قديش صار لك مش اكل لحمه؟ ما بعرف شو 40 سنه. 40 سنه مش اكل لحمه؟ بس ما باين عليك هالقد كبيره انت اللي بالعمر؟ جسديا ايه. اذا فكريا قديش كم حياه صرتي عايشه بتعرفي؟ ما فيك تعريف وما في لزوم تعريف. لحظه بس. في بوكيه للفانز لهشام، من الفانز لهشام فينا نفوت له اياها؟ ايه اكيد. شو هي؟ لا بوكيه ورد. بوكيه ورد ما بيأثر. شي بدك تشوف يعني منا القصة. عم بيقولوا لي في وحدة إلك كمان. أهلا وسهلا. يلا. يعني أنت كيف بتاخذها؟ بس من هلا ورايح لا بقى تقصوا وردة، جيبوا بلانت زرعوها. شفت كيف؟ ليك شو حلو. يا حبيبتي. هلا لا بقى تجيبوا هيك. أنا هيك بعدين بعدين. من عند ترا فلورا. إيه رح أقول لك. الزهرة من عند ترا فلورا هيدي احلى محل كثير مرتب. اي نعم هلا دعايه لترا ميرا. انه وقت اللي بتقصها هي عم بتشيلها من امها. قدم للناس بو، ما شو بو بالعربي؟ فخاره بهيك فخاره. اي حطها بتعيش وبس بتكون عايشه، وبعدين بتحطها بالارض. الاو تي في بيحكوا عندهم شيء بيحكوا انجليزي برا؟ لا بعد ما فيك. لا بدك نعمل شيء هيك بيحكي انجليزي؟ انه اذا في ما بعرف شو سموها هلا نيو تي في رح ترجع تحط انجليزي. كنت بحط ساعة كل يوم انا بدي كنت اعمل ساعة على اكيد مهتمين بهالمشروع ساعة كل يوم مليون. والحرة التلفزيون هيدا للامريكان يعني، وانا من جنسي واكثر من جنسية. قالت لي بدنا نعرف شو بدك تحكي. قلت لها انت سفيرة وسفيرتنا واعطيك بدك تعرفي شو بدي احكي، شو النهر معه خريطة كيف بدي اروح على البحر. 100% مضطر اخذ بريك. خلص مضطر اخذ بريك. ما بلا هالبريك. مضطر ما بدنا نعيش كيف بدنا نعيش. هيدي عيشه. اجى واحد قال له ساله قال له ليك هون بيت خليل؟ قال له ايه. قال له هون عيش خليل؟ قال له لا. قال له انت خليل؟ قال له ايه. قال له كيف من؟ قال له هيدي عيشه. هيدي عيشه اللي عيشها. ميرسي مريم نور، اهلا وسهلا فيكي على بلاتو حرتقجي. مشاهدينا الكرام اخر